السلام عليكم. الله يجزيكم بخير. اذا لقيتوا طلع الناس الدوار توكلت الله يجزيكم بخير. راه الناس مخصوصين تما وكاينين لداخل. هاد الناس اللي ساكنين في جنوب الشانطي راه ما كيخليوش الناس يدوزوا الناس اللي محتاجين لداخل. الله يجزيكم بخير. بغينا الناس هاد الناس هادو يطلعوا لنا للدوار يشوفوا الحاله ديال الناس اللي ساكنين تما السكان ساكنين في البرد برا وما مفرشين وما مغطيين وما عندهم حتى حاجه. دوار توكلت الله يجزيكم بخير. محتاجين الفراش ومحتاجين المواد والغطاء الله يجزيكم بخير والقواطن اذا كاين شي حاجه ديال القواطن وعندنا الدراري الصغار بزايد الله يجزيكم بخير راه الناس مكرفسين تما الله يكثر خيركم الله يجزيكم بخير وبغينا من هاد الناس هادو يطلعوا يشوفوا الحاله ديالنا الله يجزيكم بخير الا كاين شي ممكن يجيو الناس على رجليهم ويشوفوا هاد الشيء اللي تنقول انا الا ما كان صحيح اذا تتسمانا كذاب والله يجزيكم بخير يجيو على رجليه يشوفوا هاد الحاله الله يجزيكم بخير باش تاكدوا على هاد الهضره اللي تنقول انا الله يجزيكم بخير وشكرا وقول له غادي تكون الشتاء ان شاء الله والناس غادي تكرب والله يجزيكم بخير والشتاء غادي تكون والله كنطلبوا الله تعالى يحيدوا علينا هاد الشيء هذا وربنا تكون العاد ولا شي حاجه راه الناس غادي تكرفسوا راه خاصنا الخزاين والفراش والمواد والناس مكرفسين تما وهاد الناس اللي ساكنين الله يجزيكم بخير باش نعاود نتاكد الناس اللي ساكنين في جنوب الطريق راه ما كيخليوش الناس باش يوصلوا للبلاصه اللي مضروره لداخل في الجبول والناس راه مضرورين لداخل الله يجزيكم بخير الدراري الصغار مكرفسين والناس ناعسين بالبرد والبرد هاد الايامات راه كنطلبوا الله تعالى السلامه الله يجزيكم بخير الى الخلع الى لقيتو باش تجيو تشوفوا تاكدوا على هاد الهضره اللي نقول شكرا شكرا جينا بنا نتعاونوا مع هاد الناس اليوم بنا نديروا واحد الوجهة بنا نمشيو ان شاء الله لنا واحد ديال خمس الناس نمشيو لواحد الدوار تيقول لي اسفنا معاك اخر غادي نمشيو نحاولوا نساعد الناس الدوار اللي موصلهم شي حاجة راه غادي نكملوا نمشيو لهم ان شاء الله حتى حنا راه كنديروا غير الخير غير الناس اللي سبقوا لنا داروا فينا الثقة وتيجيو لنا وكنصدقوا عندنا واليوم كنجيو اليوم جبنا عاد ثاني خمسة الطوموبيلات غنشارجيهم وغنمشيو لواحد الدوار تيقول لي اسفنا معاك وهذا الشيء اللي كان انا لله وانا الى راجعين المغاربة الحمد لله راه معاونين بعضياتهم كنا ضمن بر كنتمنى يمشيو لواحد الدوار هنايا تيقولوا لي سكان هنا واحد ديال الكيك راه الناس راه ما وصلهم والو اللي سمعنا الله يرحم الوالدين هشام حسين ولا العماله ديال تحتنا كونهم وصلوا هذاك الدوار في اقرب وقت الناس اللي تيجيبوا المساعدات تيجيبوا المساعدات راه من انحاء العالم ماشي المغرب كاع الناس متضامنين بعضياتهم وهذا الشيء اللي عطى الله انا لله وانا اليه راجعون الناس اللي ماتوا الله يرحمهم واللي بقاو الله يسترهم لا اله الا محمد رسول الله شكرا شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك